شوف، هذه أهم نقطة في حديد الخزانات، هذه الزاوية. تمام، فالحديد بالشكل هذا خطأ. هذا الحديد المفروض هذا يجي هنا ويطلع هنا، تمام، هذا يجي هنا ويطلع هنا، هذا يجي هنا هنا ويطلع هنا، تكون المنطقة هذه كلها شبه التحزيمة محزمة مع بعضها، ما يوصل كذا وينقص. ليه؟ لأنه هذه منطقة خطيرة، نقطة ضعف الخزان هنا، نتيجة الضغط اللي عليه من الموية هذا المكان عليه قوة شد عالية، فيصير في مشكلة هنا عالية، فالضروري التسليح بالطريقة هذه. هذا يجي هنا يمشي في المكان هذا، يعني في المكان هنا يكون داخلي حديد من جهة الداخل للخزان، هنا في المكان هذا، هنا يكون في الجنب هذا الخارجي، نفس الكلام، هذا يكون داخل خارجي داخلي، هنا يكون هنا خارجي. تمام، الحديد هذا برضو يجي ويمشي هنا. تمام، هنا انت تمنع حدوث اي خطورة او مشكلة في المكان هذا.